ما ده برضو خبر غريب جدا بالنسبة لي، برضو بالنسبة للكثير من الجمهور المصري خبر غريب. غياب تريزيجيه عن التشكيلة المثالية للدور الأول في كأس الأمم. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تشكيلته المثالية لمنافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية. أكتر حاجة لفتت النظر زي ما حضراتكم شايفين إن ده الفريق اللي تم اختياره بشكل فني يكون الأفضل في خلال دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية. ولفت أداء تريزيجيه الحقيقة لاعب نادي قاسم باشا، كلنا واحنا بنتكلم دايما بنتكلم عن ان تريزيجيه الخطوره، لما تيجي تتكلم عن منتخبنا الوطني بتتكلم عن الخطوره موجوده في تريزيجيه ومحمد صلاح. الاثنين اول لما الكره تبقى في رجليهم بتحس بالخطوره شويه، وبالتالي حاجه كانت غريبه جدا وعلامه استفهام كبيره عدم وجود محمود حسن تريزيجيه في التشكيله المثاليه للدور الاول في كاس الامم الافريقي. طبعا الجزائر كانت هي المتصدره لانها في الظهير الايسر المغربي اشرف حكيمي ده من المغرب، في خط الوسط الجزائريين رياض محرز واسماعيل بن ناصر. اسماعيل بن ناصر ده لاعب جيد جدا 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 ومن افضل اللاعبين في المنتخب الجزائري. الملجاشي انست اندريان نينينتا، اسماء نينينتا كتير كده. وفي خط المقدمه صلاح جناح ايمن وزميله في ليفربول ساديو ماني الذي غاب عن المباراه الاولى ولم يقدم اداء يذكر. يعني حاجه غريبه ان انت تلاقي مثلا ساديو ماني مش موجود في المباراه الاولى ولم يشكل اي خطوره في المباراه الثانيه، يمكن في المباراه الثالثه بس جاب جون وضيع، جاب ضربه جزاء وضيع واحده ثانيه. فبرضه حاجه غريبه ان انت تلاقي ساديو ماني وما تلاقيش مثلا واحد زي تريزيجيه اللي كان له دور كبير جدا سواء في الناحيه الهجوميه او في الناحيه الدفاعيه بالنسبه لمنتخبنا الوطني، كان له دور كبير جدا في الاسيست اللي بيعمله، اهداف احرزها او هدف احرزه بشكل رائع، اسيست عمله لمحمد صلاح في المباراه الثانيه، كان له دور وفي الناحيه الهجوميه قافل ناحيه الشمال مع ايمن اشرف بشكل جيد جدا، وبالتالي اختيارات تبدو غريبه. تبدو غريبه. اما موقع هوسكورد العالمي المتخصص في احصائيات كره محمود تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني ونادي قاسم باشا ضمن قائمه افضل خمس لاعبين في بطوله كاس الامم الافريقيه المقامه حاليا في مصر. تريزيجيه احتل المركز الرابع بتقييم وصل الى 7.84 في التقييم الذي اعده موقع هوسكورد. ايضا محمود تريزيجيه اللاعب العربي الوحيد الذي تواجد ضمن قائمه افضل خمس لاعبين في هذه النسخه الحاليه. ايضا عايز اقول لحضراتكم بمناسبه واحنا بنتكلم عن تريزيجيه، عرضين من الدوري الانجليزي من واتفورد ومن استون فيلا، وايضا عرض من نادي ليون الفرنسي ارسل عرضا رسميا لنادي قاسم باشا. ايضا مجله فرانس فوتبول تختار تريزيجيه ضمن افضل 20 لاعب في مجموعات امم افريقيا، يعني كل تقريبا المواقع الكبيره الرياضيه الكبيره المتخصصه في الاختيارات اختارت محمود تريزيجيه، ولكن الاتحاد الافريقي كان له راي اخر.